اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات روائع العلوم الطبيه الشرعيه. مريض راح مستشفى جامعي او تعليمي للعلاج المجاني. المستشفى ده في الاصل هو لتعليم الطلبه وصغار الاطباء. المهم الاطباء اللي في المستشفى قاموا باستغلال وجود المريض ده واجروا عليه بحث طبي دون موافقه هذا المريض. هو ده ممكن يحصل؟ الحقيقه ان ده ممكن يحصل. طب تعالى نشوف ازاي. يعني النهاردة أنا هكلم حضرتك على ضوابط موافقة المريض على البحث العلمي، وهكلمك على عقوبة الطبيب إذا أجرى بحث دون موافقة المريض، وهكلمك على أنواع البحوث اللي ممكن ينفع أنها تتم على الإنسان. يعني عايز أنت تقول لي أنه نفهم من الكلام ده أنه ضرورة موافقة المريض على إجراء بحث عليه؟ طبعا لازم يوافق المريض. طب إيه هي الضوابط الحصول على موافقة الموافقة المستنيرة من المريض على إجراء بحث عليه؟ المادة 21 من القانون 214 لسنة 2020 لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية قالت إيه، حددت الفقرة إيه الموافقة، ضوابطها إيه، إن الموافقة بتاعت المريض دي لازم تكون مكتوبة، إنها تكون صادرة عن إرادة حرة أي لا يكون تحت إكراه أو استغلال، انها تكون صادرة عن طواعية كاملة اي لا تكون نتيجة الاغراء بالمال. رابع حاجة ان هي تصدر من مبحوث يتمتع بالاهلية الكاملة او ممثله القانوني لو كان هو في حالة انعدام او نقص الاهلية او ضعف ادراكي او حالة صحية، من الممكن ان الممثل القانوني بتاعه يوافق على ايه، على هذا اجراء هذا البحث. خامس حاجة ان تكون عبارات الموافقة المكتوبة على المشاركة في البحث صريحة وتتضمن تبصيره بجميع جوانب البحث وعلى الأخص الأثار والأخطار الجانبية المحتمل حدوثها. بعد كده أن يقوم المبحوث أو ممثله القانوني بالتوقيع والبصمة على الموافقة الكتابية. بعد كده الحصول على موافقات جهات محددة بالمادة رقم 4 من القانون رقم 214 لسنة 2020 تختلف باختلاف طبيعة البحث، ممكن تكون موافقة اللجنة المؤسسية المختصة، ممكن تكون موافقة هيئة الدوائر المصرية، ممكن تكون موافقة جهاز المخابرات العام. ايه عقوبة مخالفة ضوابط موافقة المريض يعني اجراء البحث دون الموافقة المستنيرة على البحث من المريض؟ الحقيقة القانون صنف العقوبة على 3 درجات. اول حاجة الصورة البسيطة، وهي ده وفقا لنص المادة 26 من القانون اللي احنا اتكلمنا عليه ده، الصورة البسيطة اللي هي تم فيها اجراء البحث الطبي الاكلينيكي لمبحوث دون التقيد باي بند من البنود السابقة اللي احنا قلناها للموافقة المستنيرة، ولكن لم تحدث اي مشاكل او مضاعفات صحية للمبحوث، تكون العقوبة الحبس. الحبس يعني ايه؟ يعني من يوم لغاية 3 سنين. يعني واحد عمل بحث والمريض ما حصلوش اي حاجة، ومع ذلك هنا في عقوبة هتقع على الطبيب لانه ما خدش الموافقة بتاعت المريض، فقط ما حصلوش مضاعفات، يبقى هنا العقوبة الحبس من يوم لغاية 24. الصورة التانية لو المريض تخلف عن اجراء هذا البحث، عنده عاهة مستديمة نتيجة خضوعه للبحث الطبي الاكلينيكي دون التقيد بايه، باي ضابط من ضوابط الموافقه المستنيره اللي قلنا عليها، هنا هتكون العقوبه ايه، السجن المشدد. طيب ثالث صوره اللي هي اذا نتج عن البحث ده موت الشخص، موت شخص او اكثر من المبحوثين نتيجه الخضوع لبحث طبي كلينيكي دون التقيد باي بضوابط الموافقه المستنيره اللي احنا قلنا عليها دي، هتكون العقوبه السجن المشدد اللي لا تقل مدته عن 10 سنوات. طيب بس خلي بالك ان العقوبة دي هتتعدد بتعدد المجن عليهم، يعني واحد موت واحد هتكون العقوبة السجن المشدد اقل من لا تقل مدته عن 10 سنين، يعني 10 سنين واعلى، لكن موت 2 يبقى تتعدد العقوبة، موت 3 تتعدد العقوبة. طب ايه هي انواع البحوث الطبية عشان نبقى عارفين يعني ايه بحث طبي؟ في بحث طبي ما قبل الاكلينيكي، وهي البحوث اللي بتجرى على حيوانات التجارب ولا تجرى على الإنسان. البحوث دي تجرى في مرحلة تجريبية مبكرة تسبق التجربة على الإنسان، وهنا بتهدف لتحديد درجة أمان وفعالية التدخل الطبي المراد دراسته. هنا هتتم من خلال اختبارات معملية
أو استخدام حيوانات التجارب، ده وفقا للمعايير الدولية المقررة في البحوث ما قبل الإكلينيكية. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها البحوث الإكلينيكية، ودي الدراسات أو التجارب اللي بتجرى على متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أي تداخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية أو وقائية أو تشخيصية، وبهدف التوصل إلى اكتشافات علمية أو وقائية أو تشخيصية أو علاجية للأمراض. وكذلك الدراسات اللي بتجرى للتنقيب في البيانات الخاصة البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعي لأثر دواء أو سلوك أو تداخل جراحي وفقا للمعايير الأخلاقية للبحث المتعارف عليها دوليا. يبقى إذن ما ينفعش إن احنا نجري بحث طبي على مريض إلا بموافقته المستنيرة، وأي مخالفة لهذه الضوابط سيقع الطبيب تحت طائلة القانون وفقا لنصوص هذا القانون اللي اتكلمنا عنه. سعدت جدا بحضراتكم، ونلتقي دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.